يذكر أن عمر بن الخطاب في وقته في عهده كان فيه رجل عنده مزرعة، والمزرعة فيها شجر له ثمر طالع من على سور المزرعة، فمرت ناقة رجل راعي فأكلت الثمر. راعي المزرعة زعل تضايق، فأخذ حجر كبيرا فرمى الناقة فماتت. لما ماتت الناقة صاحب الناقة ذبح راعي المزرعة انتقاما لناقته. فقام عمر يريد أن يقيم الحد على القاتل، القصاص، فحكم عليه بالقصاص. فلما أراد أن يقيم عليه الحد قام الرجال قال: يا أمير المؤمنين، أنا أطلبك أن تمهلني 3 أيام بس. ليش؟ قال: أنا عندي مال لأيتام مؤتمن عليه، أنا دفنته في المكان في الصحراء في البر ولا يعرف مكانه إلا أنا، لو قتلتني ضاع حق الأيتام المساكين، عطني 3 أيام أروح أطلعه وأرجع. قال: من يكفلك؟ حنا ما نعرفك، وانت عليك قود، ستقتل. وقفوا الناس يناظرون، ما حد يعرف الرجال، ليس من أهل المدينة. قال: لا أحد يكفلك. فالتفت رجل قال: ألا يكفلني منكم أحد؟ فقام أبو ذر رضي الله عنه قال: أنا يا أمير المؤمنين أكفل الرجال هذا. قال له عمر: تعرفه؟ قال: ما أعرفه. قال: تعرف كفالتك له إذا لم يرجع؟ قال: أعرف، إذا ما رجع قصيت رأسي أنا. قال: اذهب. أطلقوا الرجال وجلسوا ينتظرون الليلة الأولى، الليلة الثانية، الليلة الثالثة، الناس حاطة يدينها على قلوبها خايفين على أبو ذر. فلما وقف عند مكان تنفيذ القصاص وقبل غروب الشمس قال عمر: قربوه، يعني خلاص. فلما دنت الشمس من الغروب فإذا بالرجل يقبل عليهم يركض. فلما جاء قال له عمر: ما الذي أرجعك وقد كان بإمكانك أن تفر تنحاش؟ قال: يا أمير المؤمنين، خشيت ألا أعود فيقال ذهب الوفاء في الناس. قال عمر: يا أبا ذر، ما الذي جعلك تضمن تكفل رجل لا تعرفه وربما يكون القصاص على رقبتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، خشيت أن يقال قلت المروءة في الناس. فشاف الولد اللي مقتول أبوه صاحب الدم الموقفين فقال: يا أمير المؤمنين، تنازلت لوجه الله. قال له عمر: ليش؟ ما الذي دفعك على هذا؟ قال: خشيت أن يقال ذهب العفو والعطاء والكرم في الناس. إذا بقيت قيم الناس بقي الخير وينتشر الخير. ولذلك احرصوا، أختم بأمرين اثنين: انشروا القيم بين الناس، وأنصح عيالي وشبابنا احذروا من الخوض في الفتنة والدخول فيما يخالف تثبيت القيم، لا في تويتر ولا في الكتابات ولا في المجالات السياسية ولا في الدخول في النيات، تجنبوا ذلك كله، واسألوا الله أن يجمع كلمة الأمة على لا إله إلا الله.